السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الأعزاء، طلاب الصف الخامس الابتدائي، مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة البنين، ومع برنامج الاسكراتش تطبيقا على ما أخذناه في الدروس أو الدرس الأول، مقدمة إلى البرمجة. تمام، وزي ما تعودنا وشوفنا في البرنامج في المعمل، عملنا داونلود للبرنامج، هذا الأيقونة بتاعته. هتخش على جوجل أي محرك بحث وتكتب سكراتش، يعني مثلا لو جربنا هنا، هنخش على جوجل اهوت هنا. تمام، افتح معانا بس جوجل. وهتيجي في هنا هتكتب سكراتش. تمام، وتكتب 3.17 وبتضغط، بتعمل له داونلود اهو. تمام، بيظهر معاك، بتضغط اول واحد ده سكراتش انجليش، ده هو ده، بتضغط عليه بيتم تنزل لغايه لما تنتهي التنزيل، ويدي له فرصه لغايه لما يخلص، بتروح للداونلود ويتم تنزيله مره اخرى، يبقى عندك على الجهاز. تمام، ده بالنسبه لتنزيل البرنامج. اخش طبعا عليه شرح واجهه البرنامج كالتالي. اقول لك سكراتش اس لودنج، بعض الناس مبدئيا يعني هتلاقي الوجه عندها عربي، يمكنك التغيير من الكوره دي، الكره الارضيه اللي انت شايفها دي بتاعت النت دي، تخش جوه هنا وتغير من عربي، تغير الى انجليزي، يعني ممكن تغير عربي كده، هيغير عربي عندك هنا. فعشان يعني ما يحصلش نوع من الايه يعني الكونفيوز عندك، خش على الانجليزي، خلي انجليزي. يعني الوجهه زي ما انت شايف هنا، ده المكان اللي بيتم التنفيذ فيه، ودي الاماكن الاوبجكتات اللي انت بتدخلها، دي مساحة العمل اللي بتسحب منها كل هذه الأشياء اللي هي في الجنب الأيسر، وكل واحدة من دول لها أوامر معينة بنستخدمها في المكان السليم. وزي ما انت شايف هي عبارة عن بازل بتاخده وتركبه على حاجة تانية. احنا أول حاجة خدناها ازاي نغير الخلفية، ضغطة هنا وروح نغير الخلفية، بتتغير. لو عايز أحط أوبجكت تاني وليكن البير، تمام، بحطه، يبقى انت كده عندك ايه، اتنين، عندك البير وعندك الاسبرايت. كل واحده من دول لما تعوز مثلا وليكن البير عايز اطبق عليه ان يمشي 10 خطوات الى الامام عن طريق ضغط السهم الايمن، تمام كده، يبقى هنعمل ايه، هنروح الى ايفنت، ومن ايفنت هنختار وين سبيس كي بريس. طب وانا ايش عرفني ان الحاجه اللي انا بعملها دي هتكون على الدب، اهو موجود هنا، اهو هنا الدب اهو، تمام، عشان في اتنين واللي مضاء بالازرق هو الدب. ويمكن ان لو انت عايز تلغيه تضغط على الديليت على سله المحذوفات دي. المهم انت لو ضغطت على سبيس الراجل ده هيروح الى الامام 10. طب الى الامام فين؟ ميشن، حركه، واخد موف دي واحطها هنا بس كده، اضغط انت سبيس هيمشي 10. بص هو دي مش 10، والله حجمه كبير. تمام، هنيجي هنا على السايز واقول له مثلا خليه 50%، انتر، هيبقى 50%، ممكن اسحبه وابدا امشيه تاني بالسبيس زي ما انت شايف كده. طب فرضا انا رحت للسبرايت عايز احفظ اللي انا عملته ده، اروح رايح لفايل وضغط على سيف تو ماي كمبيوتر، واقوم بالحفظ هنا على المكان اللي انت هتحفظ فيه وتغيير الاسم هنا. خلي بالك انه سكراتش بروجكت 3 بيطلع كل مرة، فانت ممكن لما تيجي تحفظ تغير 3 دي تخليها 4 5، يعني زي ما انت عايز يعني. تمام، لاحظ ان انا هنا حافظ اهو، حافظ ايه، سكراتش بروجكت اس بي 4 دوت ايه بقى الحفظ اس بي 3، فعشان كده لازم تغير الايه اللي هنا، لان هو بيطلع 3 اهو. وكده يبقى احنا حفظنا ده هوت. لما بتيجي تعمل ابلود تاني لود تاني، بتعمل لود من المكان اللي انت حافظ فيه للحصه القادمه لو اردت ان تفتح اللي انت حفظته يعني. طيب انا عايز اجيب جديد، اضغط نيو واقول له اوكي. في النيو هنا كالتالي، عايزين نقول للسبرايت استنى دقيقه، وان سكند قصدي، ثانيه، وبعدين اتحرك 10، وبعدين استنى ثانية، وبعدين say hello، قول hello. تمام، ازاي؟ اهو هنروح لإيفنتس زي المثال اللي فات، واقول له لما اضغط على السهم اليمين، تمام، ما تعملش ايه لو كان في اوبجكتين هنا، تو اوبجكت، ما تعملش هنا هو ان ايه
وين هنا مثلا ايه داون ارو او رايت في الاثنين، تمام، لان هتلاقيهم بيمشوا مع بعض، فافصل يعني، تمام، لان دي برمجه، الزر ده هيبقى محجوز لايه للسبرايت. وبعدين هنروح الى كنترول من هنا اللي هو ده اهو، واقول له ويت وان سكند، وبعدين هروح لميشن هقول له موف 10، وبعدين هروح الى كنترول واقول له روح ويت 1، وبعدين هروح هنا واقول له قول له لوكس سي هالو او اي حاجه يعني، او سي هالو اهو 2 مينيت بس، ما عليك الا غير كده. طبعا في التنفيذ بص بقى معايا بقى للترتيب، لما اضغط على الزر الايمن استنى دقيقه، وبعدين مشي 10 خطوات، وبعدين استنى دقيقة، وبعدين قول هلو لمدة 2 سكند. طبعا انت في الاكسكيوت التنفيذ مش هتشعر بهذا الكلام، هيبقى سريع، بس هو ده الترتيب، دي خوارزمية، دي تعتبر خوارزمية انت مرتبها في دماغك بترتيب، ويظهر هنا الترتيب سليم، تمام كده. طيب هنشوفه، بص كده انا من باب هنا زي ما اتعلمنا في المعمل، اضغط على دي ضغطة كده، وبعدين ابدا اضغط على السهم اللي هو اللي للاسفل داون، بص كده واحد اهو بدا ينور عندك اهو، وبعدين قال هلو، تمام كده. تاني بص كده، بص هنا، لما هضغط على ده كده تمام، وهضغط على السهم الايه الداون اللي هو هنا، وزي ما اشترطنا اهو، لما يبقى السهم الاسفل بيتضغط اهو، ضغطته هتلاقي اللمبه هنا نورت الحمراء لو انا عايز اعمل ستوب اهو، وهي شغاله، تمام. تاني كده اهو مشى، وبعدين قال هلو، تمام. تاني اهو مشى وان سكند ويت، وبعدين قال هلو. وكما تعودنا هنروح رايح لفايل وعامل سيف، واحاول اغير 3 دي اخليها مثلا 5، هقول له سيف في المكان اللي انا عايزه، وبكده يبقى انت اتعرفت على ازاي تعمل انت برمجه ببرنامج السكراتش. ده كان تمرين مجمع صاد 110 خدناه. انت كده خدت الوجهه الاماميه، ازاي بتسحب الحاجات، ازاي بتتعامل مع الاوبجكت، ازاي بتغير الخلفيه، ازاي بتعمل 2 سيمبل بالنسبه للبرمجه لحاجات بتشوف تنفيذها على السبرايت. طبعا اخر مختم يعني، بعضكم اذا خرج مثلا ولقى ان ده شيء خطا مثلا اسحبه بره كده وخلاص، هو هيذهب يعني، ارميه خده وارميه في اي حته كده سيختفي، تمام، عند الالغاء يعني. وكده يبقى انتهينا من الدرس الاسبوع ده كمراجعه عامه على ما تم دراسته. هنشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم الجمل الشرطيه اللي هي اف زن، ونتعامل معاه ان شاء الله، واشوفكم ان شاء الله قريبا الاسبوع القادم ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.